في محافظة بني سويف، وفي ظل هذا التكاتف العظيم وهذا الحضور الرائع الذي ينم عن وعي هذا الشعب وإدراكه لحجم المخاطر التي تحال بهذا الوطن، كل التحية والتقدير للحضور الكريم. في كل مناسبة يبهرنا هذا الشعب بتماسكه ووعيه وإدراكه لحجم المخاطر التي تحيط بهذا الوطن. دعمنا اليوم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط لاستكمال الإنجازات التي حدثت في السنوات السابقة، ولكن لإيماننا أن هذا الوطن في خطر، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد زمام الأمان. وعي الجبهة الداخلية، وعي الشعب المصري وإدراكه للمخاطر. دائما وأبدا نقول أن المصريين تحملوا الكثير من المتاعب الاقتصادية، ولكن في سبيل أمن وأمان هذا الوطن يجب أن تظل الجبهة الداخلية متماسكة واعية لحجم الخطر والمخاطر التي تحيط بهذا الوطن. رأينا بأعيننا ما يحدث في غزة وما يحدث لأهالينا وعمق المعاناة، ومع ذلك شعب يتمسك بأرضه ولا يريد مغادرتها على الرغم من سقوط الشهداء. والشعب المصري ليس أقل من أي شعب من الأشقاء